يعني وجود أندية لعب القمار وتهريب النفط الخام في العراق، يعني هذه الحالات تهدف إلى بعث الانحلال الأخلاقي في المجتمع، وأيضا من خلال هذه الصالات وهذه الأفعال يبدأون بغسل الأموال الغير مشروعة التي تدخل في العراق. وبالتأكيد هذه الحالات مستهجنة جدا، وهناك أيادي خارجية وداخلية في هذا الموضوع. الميليشيات يعني منذ احتلالها إلى المناطق، وهي تقوم بتهريب مادة الخام إلى إيران وإلى دول الجوار مثل سوريا وغيرها، وهذه معروفة. من جهة أخرى هي لديها كثير من الأمور اللي هي تعمل عليها كي تمول نفسها بنفسها. يعني أولا هي موضوع النفط الخام والسيطرة على الآبار والسيطرة على المناطق في جنوب الموصل، في صلاح الدين، في ديالة، في كركوك، في عدة مناطق. هي هذه كلها، لأن اليوم الوضع اللي هي كانت عليه سابقا، وخاصة موضوع إيران والاقتصاد، اللي اليوم إيران هي في وضع صعب اقتصاديا، واليوم هي توجهت إلى هذا إلى هذه السيطرة وبيع مادة النفط إلى دول الجوار. ثانيا موضوع إذا صالات القمار وهذه البارات أو القير، هذه كلها هي مسيطر عليها، لأن هذه صالات القمار هي من أسست هذه الميليشيات، وخاصة لأن هي موجودة في إيران وموجودة في لبنان، واليوم هي نفس الميليشيات، سواء ميليشيات حزب الله أو غيرها، هي من تأسست هذه الصالات، وهي من تقوم بجلب التجار ورؤساء الأعمال إلى هذه الصالات كي تحصل على أموال لتمويل فصائلها وتمويل رواتب العناصر اللي هم تحت هذه القوة وهذه الميليشيات المرتبطة بإيران ولبنان.